حاليا في جوانزو، بيلعب في جوانزو، بيلعب في الصين امامنا هو اللي بيلعب لقاء الدولي الثالث. جون اوبي ميكال صدارة لتشيلسي للبلوز في الدوري الانجليزي الممتاز. وجون اوبي ميكال ليس باللاعب الاساسي، ولكن لاعب بيعتمد عليه مورينيو في الفترات اللي بيحتاجه فيها يلعب كلاعب وسط مدافع في ظل التألق الكبير الحقيقه من ماتيتش ووجود راميريس ووجود لاعبين مميزين في وسط ملعب فريق نادي تشيلسي. كره ترجع للخلف امامنا اللاعب اجويكوي، كرات الاماميه وحاول من البديل اهو سلامه، ولكن الى خارج الملعب. قوه البوديات عند لاعب المنتخب النيجيري، نيجيريا 17 مشاركه في النهائيات بدايه من كان 63. كره العاليه منتخب النيجيري، ادي امامنا هنا خبره اللاعب المميز الحقيقه كوتشوكو اوتشي اللي كان راهن عليه المدرب وتذكره بعد فتره استبعاد مستمره الحقيقه، كانت فتره كبيره قوي من امم افريقيا 2013، من فبراير 2013 ما ضموش للمنتخب. وامامنا كلود لوروا، ادي كلود لوروا مدرب المنتخب الكونغو، لعب على فكره في الكونغو، على فكره لعب في برازافيل خلال مشواره كلاعب، لعب في اجاكسيو وجينو وايضا في اميان، ثم بدا تدريبه مع اميان والشباب الاماراتي والكاميرون كوثيق 86 وبطل 88، ثم مع السنغال ربع نهائي امم افريقيا 92، وماليزيا والكاميرون في كاس العالم 98، وستراسبورغ ثم شنغهاي، ثم كان ايضا مع الكونغو الديمقراطيه، ثم مع غانا، ثم مع عمان في لقب كاس الخليج، وممكن التعادل لكن في رايه في رايه في رايه في رايه في رايه وفي انيامه في رايه وفي انيامه في هنا تسلل في اللقطه الماضيه، ادي امامنا هنا الراسيه من جانب اللاعب ديلفيد، وادي امامنا هنا في خناقه في خناقه في خناقه اوبي ميكيل في خناقه اوبي ميكيل امامنا اهو، شوف برضه يعني لعيب المنتخب النيجيري، وامامنا هنا اهو الكره الراسيه، لكن كان متسلل ديلفيد اللي كان متقدم اهو، ديلفيد اللي في وضعيه تسلل وكان معاه اوبي ميكيل، وكان في لوم وعتاب، واوبي ميكيل زعل قوي ان حد بيلومه، ولكن ده اللي المنتخب النيجيري حاول، ومنتخب الكونغو ما زال يتمسك بالامل بعد ما ضيع الفرصه التعادل اللي كانت تديه دفعه كبيره قوي قبل مواجهه السودان الاخيره اللي يعني النهارده خسر امام المنتخب الجنوب افريقي 2-1. وادي امامنا نيجيريا وفرصه هدف 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 ثاني هدف ثاني عن طريق اللاعب ارون صامويل، اذا هي رصاصه الرحمه للمنتخب النيجيري اللي بينهي في هذه اللحظات المهمه في برازافيل بالثلاث نقاط، وينتظر لقاءه الاخير امام منتخب جنوب افريقيا، ويتفوق هنا في نتيجه اللقاء وفارق الاهداف على منتخب الكونغو. امامنا هنا هو جنوب افريقيا 11 نقطه تاهلت خلاص، النيجيريا بقت 7 نقاط خلاص بعد هذا الهدف الثاني عن طريق اللاعب ارون صامويل في الدقيقه 90 من عمر اللقاء. ادي هدف ثاني لنيجيريا من اللي بيضيع امام نيجيريا، يعني ما يكسبش، تضيع مع نيجيريا تخسر، ضيعوا فرص عديده الحقيقه الشوط الاول، وضيعوا ركله جزاء كانت ممكن قوي تبقى 1-1 ويبقى دي النتيجه البرجوه. وستيفن كيشي اللي دايما بتجيله يعني ايه بتجيله على الطبطاب، لكن هو لاعب كبير ولاعب قدير، والبديل اللي دخل اهو ارن صامويل يسجل، وبالفعل هدف كان يعني بمثابه رصاصه الرحمه للمنتخب الكونغولي اللي هيتجمد رصيده عند 7 نقاط وينتظر الجوله الاخيره امام المنتخب السوداني. والجماهير تغادر بعدما القت زجاجات على ارض الملعب، اتت الجماهير بطموحات والتصريحات الناريه اللي قالها سنحطم حلم نيجيريا في الترشح، قال كده كلود لوروا واثق من فريقي، ولكن الفوز كان مهم لحسم الامور وحسم الصعود بهذه الامسيه، او على الاقل التعادل اللي يبقي على الامال، ولكن ياتي المنتخب النيجيري من الباب الكبير وبالفعل يحلق النسر النيجيري عليا في ملعب اللقاء ويسجل يعني هدفين، هدف اول عن